بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي سنة أولى إعدادي، هنبتدي دلوقتي نشرح المنهج الجديد من كتاب بيت باي بيت. أول درس هنبدأ، أول حاجة الفوكابلري: مول يعني مذكر، فيمال مؤنث، درام طبلة، تشيس لعبة الشطرنج، هوبي هواية، انترفيو مقابلة شخصية، فالنتري وورك عمل تطوعي، باند فرقة موسيقية، توينز توأم، داد فوزر يعني اب، براذر اخ، جراند فوزر جد، صن ابن، انكل عم او خال، جريت جراند فوزر الجد الاكبر، كوزن ابن العم او العمة، ماذر ام، مام، سيستر اخت، جراند ماذر جدة، دوتر ابنة، انت عم او خالة، جريت جراند تشيلدرن ابناء الاحفاد، بيرنت الوالدين احد الوالدين، الوالدين لو جمع هتبقى بيرنتس. كويز اختبار صغير او اختبار قصير اللي هو بنعمله اخر الاسبوع في المدرسة. سبورت رياضة: فوتبول ماتش، مباراة كرة القدم، تو ايضا، بيرس داي عيد ميلاد، بوس كل منهما، بي اجد يبلغ من العمر، براود فخور، تو جيزر معا، بوب ميوزك موسيقى البوب، ترو حقيقي، ذا سيم نفس الشيء، انترفيور محاور، ميوزيكال انسترومنتس آلات موسيقية. تاني ميوزيكال انسترومنتس، ميوزيكال انسترومنتس، ديفرنت مختلف، ستوري قصة، جريت رائع أو عظيم، توداي اليوم، فيفرت مفضل، دايري مفكرة يومية، which أي منهما، what about ماذا عن، what kind of ما نوع، play يلعب، call يتصل يسمى أو بمعنى برضو يتصل، كلاب يصفق، go swimming يذهب للسباحة، listen to the teacher يستمع إلى المعلم، listen to music يستمع إلى الموسيقى، watch a football match يشاهد مباراة كرة القدم، play basketball يلعب كرة السلة، play football يلعب كرة القدم، play chess يلعب الشطرنج، play the drums يعزف على الطبول. الكلمة ومعناها بالانجليزي، وده مهم جدا لانه بيجي لنا في الاسئلة يقول لي مثلا ايه your mother or father's sister، انت هتختار ايه، انت ولا انكل ولا سيستر مثلا. يبقى هنا بيقول لي انت يعني عمة او خالة، your mother or father's sister اخت باباك او مامتك، يبقى مين، يبقى انت، بيرنت اللي هي احد الوالدين، your mom or dad، جراند موزر جدة، يور موزر اور فازرز موزر يعني ام والدك او والدتك، يبقى مين، جدتي اللي هي جراند موزر، جراند فازر يعني جد اللي هي يور موزر اور فازرز فازر، يبقى ابو باباك او مامتك اللي هو هيبقى مين، جراند فازر الجد، براذر يعني اخ. يعني ايه تيجي لي في السؤال كده يقول لي your parents son او a boy or a man with the same parents as you، ليه نفس الوالدين زيك، يبقى هو مين، يبقى هو brother اخوك، sister اللي هي your parents daughter or a girl or a woman يعني girl او woman with the same parents as you، لنفس برضو الوالدين زيك، اللي هي هتبقى مين، اللي هي sister، uncle اللي هي عم او خال، your mom or dad's brother مامتك او اخو مامتك او باباك، your cousin your aunt or uncle's child ابن طفل يعني ايه، طفل عمك او خالتك، chess لعبة الشطرنج، a board game for two people لعبة كده بتتلعب على لوحة لمين، اتنين من الناس، اتنين يعني اتنين بيلعبوها، twins يعني توأم يعني ايه، brothers or sisters who are the same age اللي هم في نفس السن، two children اتنين طفلين born at the same time طفلين اتولدوا في نفس الوقت، voluntary work عمل تطوعي، work you do for no money حاجة شغل انت بتعمله بس من غير مقابل مادي تاخدش عليه فلوس، band فرقة موسيقية، a group of people مجموعة من الناس، singing and or playing musical instruments بيعزفوا على الآلات الموسيقية together معا مع بعض، drum a musical instrument you hit with your hands or a stick انت بتخبط عليها يا اما بإيدك يا اما بالعصاية،
بعد كده do voluntary work يقوم بعمل تطوعي. hobbies هوايات. do hobbies اللي هي يمارس هوايات. do a sport يمارس رياضة. read a story يقرأ قصة. have two sons لديه ولدان. work hard يعمل بجد. that's true هذا صحيح. make a noise يحدث ضوضاء. دي البروبوزيشن بقى اللي حروف الجر. براود بيجي بعدها حرف الجر ايه؟ اوف. براود اوف فخور. بي نيكست تو قريب من او بجوار. تل اباوت يخبر عني يقول لنا حاجه عن كذا. اون مانديز قلنا ايام الاسبوع هيجيب لها حرف الجر اون. اون تي في او ذا راديو، ذا راديو او التي في هياخدوا حرف الجر اون. ايام الاسبوع قلنا تاخد حرف الجر اون. وحتى لما اقول مثلا ايه اون ساتردي ايفنينجز يعني في مساء ايام السبت. هيلب ان يساعد في. بلاي ويز يعمل مع. ارايف ات يصل الى مكان صغير. ذا سيم از نفس الشيء او تماما مثل نفس. كول يدعى او يسمى. دايري دايري قلنا مفكره يوميه. او احنا هنا هنشرح الكلمه والاختلاف بتاعها. يعني كول معناها يدعى او يسمى، لكن كول يعني بارد او معتدل. دايري اللي هي مفكره يوميه، لكن ديري اللي هي منتجات الالبان. تشيس لعبه الشطرنج، لكن تشيز جبنه. فرق بينهم هنشيل الاس ونخليها اي. تو يعني ايضا، وبتربط بين جملتين ليهم نفس المعنى، لكن تو تي دبليو او اللي هي اتنين. صن يعني ابن بالاو اس او ان، لكن صن اس يو ان دي الشمس. الريجولار فيربس اللي هي الافعال الشاذه، احنا خدنا قبل كده في الماضي البسيط لما بنحط الفعل اي دي في الافعال المنتظمه. الافعال الشاذه بنغير الكلمه ودي احنا بنحفظها، اللي هي ميت في الماضي هتبقى مت. ام اي واحده اي ام اي تي. وين هتبقى ون، هنشيل الاي الاي ونخليها او. هيت هي هي زي نفس الحروف. هيت. ثرو هتبقى ثرو، هنشيل الاو ونخليها اي. درايف هتبقى دروف. نلاحظ الكلمات دي كول وكولد ايه الفرق بينهم. كول يتصل تليفونيا يعني يتصل بحد او ينادي على حد بالتليفون يتصل بيه. I called the waiter انا ناديت على الجرسون. and ordered lunch طلبت الغداء. I called the police after the accident انا اتصلت بالبوليس بعد الحادثة. بي called بقى معناها ايه؟ معناها يسمى. this boy is called تامر، هذا الولد يسمى تامر. a girl called هبة got a prize، البنت اللي اسمها هبة كسبت جايزة. الفرق بين good و will. جود هنلاقي بعدها كلمه كده بين قوسين اسمها ادجكتيف، دي اختصار كلمه ادجكتيف يعني صفه. اي دي جي دايما الولاد يسالوني يعني نسي يعني ايه اللي بعديها دي مش فاهمينها. اي دي جي دي اختصار كلمه صفه، يعني جود دي صفه. زي ار جود فوتبول بلايرز، هم بيكونوا لاعيبه كره قدم كويسين. تمام، يبقى دي صفه. واحنا شرحنا قبل كده ان الصفه يا اولاد بتوصف الاسم، الصفة بتوصف الاسم بتوصف الشخص نفسه. لكن عندي هنا will جاي بعدها ايه؟ adverb. adverb a d v بين قوسين كده معناها ايه؟ adverb اللي هي ظرف. وقلنا الظرف هيوصف ايه؟ مش الاسم بقى، هيوصف الفعل اللي بيعمله. يعني مش هقول فلان بيكون will، لا، في التصرف بتاعه هو اللي will. كلاب فور ذا فوتبول بلايرز، سقفوا للعيبة كرة القدم. ليه؟ زي بلايد فيري ويل، عشان هم لعبوا بطريقة كويسة. يبقى ويل دي وصفت لعبهم ولا وصفت الفوتبول بلايرز نفسهم؟ لا، وصفت اللعب بتاعهم، طريقتهم في اللعب. هفرق كمان بين ان وان. ان بتيجي مع الشهور، حرف الجر ده بيجي مع الشهور والسنين وفترات النهار. يعني ان بعدها اي شهر من شهور السنة، ماي ابريل جون. ان بيجي بعدها السنه، السنه ونركز في دي قوي، اللي هي مثلا 2002. بعد كده فترات النهار كمان in the morning او in the evening in the afternoon وهكذا. حرف الجر اون، حرف الجر اون هيجي مع الايام اللي هي احنا قلنا ايه؟ Monday Sunday Tuesday وهكذا. والتاريخ
نركز بقى في الحتة دي قوي. التاريخ يعني ايه؟ التاريخ كامل يعني لما يقول لي اليوم والشهر اعرف ان هنا هختار ان، لكن لو قال لي التاريخ السنة بس هاخد ان. تمام، نحل بقى الأسئلة دي. يلا، وي لايك ذات نقط هوتيل، احنا حبينا الفندق ده اللي هو ايه؟ هقول وي ويل ولا جود ولا جود ولا از جود، يبقى وي لايك ذات جود هوتيل، الفندق ده كويس. هي از ريلي ال، هو فعلا تعبان، يبقى وي ماست ايه ا دكتور، وي ماست كول ا دكتور نمبر ايه. مش هينفع نقول باي ولا كول معتدل ولا سيل يعني يبيع. وين او وير يو بورن، امتى انت اتولدت، هقول ايه؟ نقط زي فيرست اوف ماي 2010. انا هختار هنا ايه؟ احنا لسه قايلين الناحية التانية ان هتيجي مع السنين بس، لكن قلنا هتيجي مع التاريخ كامل. هو هنا بيقول لي الاول من مايو، يبقى هنا ده تاريخ كامل ولا السنة؟ هو هنا تاريخ كامل، يبقى هختار ان. تمام، الريدنج، هلو ماي نيم از علي، هلو ماي نيم از علي، اي ام 13، ذيس از ا بيكتشر اوف ماي فاميلي، دي صوره لعيلتي، ماي مامز نيم از اميره، امي اسمها اميره، شي از ا تيتشر، هي بتكون مدرسه، نيكست تو هير، بجوارها، ماي داد، هيز نيم از عادل، اسمه عادل، هي از ا تيتشر تو، قلنا تو بتربط بين جملتين ليهم نفس المعنى، يبقى مامتي مدرسه تيتشر وبابايا كمان تيتشر، يبقى هنربط بينهم بايه؟ تو. بوس ماي بيرنتس، كل من والدي اور تيتشرز، بيكونوا مدرسين، ات ماي سكول، في مدرستي، زي هاف وان دوتر، هم عندهم ابنه واحده، شي از ماي سيستر، هي اختي، لميا and she is 9 years old، عندها 9 سنوات، and they have 2 sons، عندها ولدين، me انا and my brother، واخويا خالد، he is 11، عنده 11 سنة، our grandmother، جدتنا is 64 and she is called هدى، واسمها بيكون هدى، she is my mom's mother، امي، my mom's father is our grandfather، بيكون جدي، my mom's father is our grandfather، بيكون جدي، he is called عمر، اسمه عمر، he is 65، their daughters called Judy، حفيدتهم بنتهم اسمها سوري their daughters called Judy، بنتهم اسمها جودي، she is my mom's sister، هي ام مين؟ اخت امي، and she is my aunt، وهي بتكون خالتي، my uncles called مروان، اسمه مروان، he is a doctor، هو بيكون دكتور، their son is called طارق، ابنه اسمه طارق، and he is my cousin، وهو بيكون ابن عمي، it's his birthday، ده عيد ميلاده today، النهارده، he is 3 years old، هو عنده 3 سنوات. انترفيو، ان انترفيو ويز توين براذر، يعني ده لقاء كده مع 2 توأم، ميت حازم اند حاتم، مقابلة مع حازم وحاتم، زي ار براذرز اند زي ار بوس ايدج 12، هما الاتنين اخوات وهما الاتنين كمان عندهم ايه 12 سنة، زي هاف ذا سيم بيرنتس، ليهم نفس الوالدين، اند زي سيم بيرثدي، ونفس العيد الميلاد، زي ار توينز، هما بيكونوا توأم، حازم، وات ار يور هوبيز، ايه هواياتك حازم، اي لايك سبورتس، انا بحب الرياضيات، اي بلاي باسكت بول، انا بلعب كرة السلة، اون مانديز، في ايام الاثنين، اند وينزدايز، يوم الاربع، اي جو سويمنج، بروح سباحة، اون Tuesdays يوم الثلاث، and I play football on Saturdays، وبلعب كرة القدم يوم السبت، في أيام السبت، حاتم، and he watches football matches، وبيشاهد مباراة كرة القدم،
on TV on Saturday على التلفزيون في أيام السبت evenings. He loves football. هو بيحب كرة القدم. حازم I love football. حاتم I don't like football. لا أنا مش بحب I don't like football. أنا لا أحب كرة القدم. But I like music. لكن أنا بحب الموسيقى. I play the drums. أنا بعزف على الطبلة. And I listen to music. وبستمع إلى الموسيقى. He plays the drums in a band. بيعزف الدرمز الطبلة مع باند في فرقة موسيقية. Do you have any hobbies that you both like? عندكم أي هوايات انتوا الاتنين كمان بتحبوها؟ حازم We play chess. احنا بنلعب chess شطرنج together معا. On Saturdays حاتم usually wins. حاتم عادة بيكسب. حاتم Yes, that's true. نعم ده هذا صحيح. On Saturday afternoons, يوم السبت بعد الظهر, we do voluntary work. احنا بنعمل عمل تطوعي. وقلنا يعني عمل تطوعي يعني عمل بنعمله بدون مقابل مادي. حازم, we help. السؤال الأول, what kind of voluntary work? ما نوع العمل التطوعي؟ حازم, we help in the Children's Hospital. بنساعد في مستشفيات الأطفال. حاتم We play games. إحنا بنلعب games and with the children and read them stories. وبنقرأ لهم يعني بنلعب معهم ألعاب وبنقرأ لهم قصص. It's great. هذا عظيم. Interviewer, can I ask you some more questions? ممكن أسألكم بعض الأسئلة أكتر. حازم yes of course. نعم بالطبع. حازم when do you play basketball? امتى بتلعبوا كرة السلة؟ I play basketball on Mondays and Wednesdays. يعني بنلعب كرة السلة في أيام الاثنين والأربعاء. And when do you play football? وامتى بتلعبوا football? I play football on Saturdays في أيام السبت. And I watch football matches on the TV. بتشاهد مباراة كرة القدم في التلفزيون. On Sundays evenings في أيام الحد مساء. When do you go swimming? إمتى بتروحوا بتذهبوا للسباحة؟ I go swimming on Tuesdays. أنا بذهب يوم الثلاثاء. Wow, you are busy. أنت بتكون مشغول. حاتم When do you play the drums? إمتى بتعزف على الطبلة؟ I play the drums on Mondays في أيام الاثنين at home في البيت. And I play the drums. أنا بعزف على الطبلة in a band في فرقة موسيقية on Saturdays في أيام Thursdays أيام الخميس. What do you do on Tuesday? وبتعملوا إيه يوم Tuesday and Wednesday الثلاث والأربع؟ I listen to music. بستمع الموسيقى. I like pop music. أنا بحب موسيقى البوب. What do you do on Saturdays? بتعمل إيه يوم السبت في أيام السبت؟ I help my mother. بساعد أمي. And I do voluntary work with حازم. بعمل عمل تطوعي مع حازم. And on Sundays في أيام الحد I play chess. بعزف بلعب شطرنج. With حازم or my dad. مع حازم أو مع بابا. Thank you boss. شكرا لكم. You are welcome. على الرحب طبعا لما حد بيقول لي thank you برد أقول له you are welcome. هننزل بقى نحل الديالوج. Can I ask you some questions? Interviewer بيسألهم بيقول لهم ممكن أسألكم بعض الأسئلة. هيرد يقول له yes of course. Interviewer هيسأله سؤال نقط. بعد كده do you play the drums, هل بتعزف على الطبلة امتى؟ يبقى هنا بيقول له ايه بتعزف على الدرمز؟ قال له I play the drums in the morning. in the morning يبقى هو رد بفترة. يبقى السؤال كان عن الوقت. يبقى when. يبقى هنكتب هنا مكان النقط when. when. and when do you نقط. سأله سؤال قال له when do you ايه؟ رد عليه قال له I go swimming after school. يبقى هو سأله اللي انت بتروح للسباحة. يبقى السؤال كان ايه فوق when do you go swimming. يبقى انا هاجي هكتب go swimming. شايفين go swimming تحت هنا هكتبها هنا مكان النقط. what do you do
ايه فرايديز؟ طبعا اون فرايديز. تاني، وات دو يو دو اون فرايديز؟ ماذا تفعل في ايام الجمعه؟ قال له اي ايه تو اي ايه ميوزك. هيقول له طبعا اي اي ليسن تو ميوزك، انا بستمع الى الموسيقى. اي لايك روك، انا بحب موسيقى الايه الروك. ثانكس فور يور تايم، اشكرك على وقتك. هيقول له يو ار ايه؟ قلنا لما حد يقول لنا ثانك يو او ثانكس هنقول له يو ار ويلكم. يبقى اخر كلمه هنكتبها هنا ويلكم، دبليو اي ال سي او ام اي. الاسئله اللي تشوز، وات از ذا نيم اوف اليز؟ نقط. اند هاو اولد از شي از هي؟ تاني، وات از ذا نيم اوف اليز ايه؟ and how old is he؟ طالما لقيت هي يبقى هو، يبقى مذكر. فين المذكر هنا؟ جراند ماذر ولا جراند فاذر ولا سيستر ولا دوتر؟ طبعا جراند فاذر، يبقى الاجابه هتبقى بي. حسام لايكس بلاينج ذا بيانو ان ايه؟ حسام بيحب يعزف على البيانو في ايه؟ هنقول ساند ولا بانك ولا باند ولا هاند؟ باند، فرقة موسيقية. سي، علي بلايز ذا نقط ان هيز فري تايم. علي بيعزف على ايه في وقت الفراغ بتاعه؟ يبقى هنقول ايه، بيعزف على الايه، درامز ولا دوكس ولا ديريز ولا جيم جامز؟ هتبقى طبعا درامز. يور نوت از يور مام اور دادز سيستر، اخت باباك او مامتك هي مين؟ قلناها قبل كده واحنا بنشرح، هتبقى طبعا انت، خالتك او عمتك. These brothers are the same age، الاخوة دول نفس السن نفس العمر، يبقى زي are a twins. C، I like doing not work، انا بحب اعمل ايه الورك. I like helping poor people for no money، انا بحب اساعد الناس وزاوت ايه money، يعني بدون فلوس، مش عايز مش باخد قصاده money فلوس. يبقى هنختار مين؟ voluntary work اللي هي دي. امرو از شاي، هي اولويز جيتس نيرفس بيفور ايه؟ هو بيبقى عصبي قبل الايه، كلاس رومز ولا انترفيورز انترفيوز ولا كلابس ولا تريبس؟ هنختار انترفيوز. اللي بعد كده، ريدنج ستوريز از ماي فيفرت ايه؟ قراءة الكتب بتكون فيفرت ايه؟ القصص، فيفرت هوبي. ايه، اي ريلي لايك ماي نقط، شي از 68 ييرز اولد، هي عندها 68 سنة. برضو قلنا هي شي، يبقى انا اختار مؤنث. مين المؤنث اللي عندي؟ انكل ولا براذر ولا جراند فاذر ولا جراند ماذر؟ هختار طبعا جراند ماذر. We watched an interesting film نقط تي في yesterday. طبعا قلنا تي في هتختار حرف الجر اون، يبقى اون تي في yesterday. سي، My mom is a teacher، امي بتكون مدرسة. Dad is a teacher ايه؟ طبعا دي امي مدرسة، بابايا مدرس، يبقى هنختار تو يعني ايضا. قلنا طالما الاتنين زي بعض بالظبط يبقى هنختار تو يعني ايضا. Your brother is your parents نقط، daughter ولا sister ولا uncle ولا son. Your brother، اخوك is your parents ايه؟ son، ابن. Our grandmother is 64 and she is نقط هدى، she is a called هدى، اسمها هدى. نوت از ا جيم فور تو بيبل، ايه اللي جيم؟ بيكون اتنين ناس بيلعبوه، شرحناه، اسمه تشيس، شطرنج. دي، فوتبول باسكت بول اند فولي بول اور نقط، بيكونوا ايه؟ سبورتس، رياضيات. ايه، ماهر نقط، فالنتري وورك ات هوسبيتال، احنا شرحنا واحنا بنقول الشرح يعني، قلنا فالنتري هتاخد دو، هنا طبعا ماهر مفرد هتبقى دز. وات ايه اوف فالنتري ورك دو يو دو؟ ايه العمل التطوعي اللي انتوا بتعملوه؟ اي هيلب بور بيبل، بساعد الفقراء الناس. يبقى وات كايند، ما نوع العمل التطوعي؟ هنكمل ان شاء الله المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.